مباراة الأهلي سلبي، لم تتوفر أي فرصة تذكر للمارد الأحمر، ومن المتوقع أن نشاهد تغيير في مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني وسعي كولر إلى إجراء تحسين الفريق. استطاع النادي الأهلي اليوم إنهاء اللقاء بالفوز لصالحه بعد محاولات كثيرة خلال الشوطين الأول والثاني ليسدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء، والتي جعلتهم يحصلون على 3 نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركز الأول من دور المجموعات ونتيجة المباريات القادمة للأهلي في الأول من الشهر مارس المقبل بدوري أبطال أفريقيا سوف تأكد ذلك. الليلة الأهلي المصري خصم قوي في بطولة أبطال في اللقاء الأخير له بنتيجة التعادل السلبي والتي جعلته يفقد بعض النقاط، لذلك يدخل الفريق بقوة اليوم. انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي. مفاجأة في مباراة الأهلي وميديام الغاني، واجه الليلة الأهلي المصري خصم قوي في بطولة أبطال أفريقيا. انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي ضد ميديام بالتعادل السلبي، لم تتوفر أي فرصة تذكر للأهلي. يتوقع أن نشاهد تغيير في مجريات اللقاء سعي كولر إلى إجراء تحسين الفريق. تمكن النادي الأهلي اليوم إنهاء اللقاء بالفوز لصالحه، سدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء، والتي جعلتهم يحصلون على 3 نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركز الأول من دور المجموعات ونتيجة المباراة القادمة للأهلي في الأول من شهر مارس المقبل بدور أبطال أفريقيا سوف تؤكد ذلك. مفاجأة في مباراة الأهلي وميد الثاني، واجه الليلة الأهلي المصري خصم قوي في بطولة أبطال. الشوط الأول من لقاء الأهلي ضد ميديام بالتعادل السلبي، لم تتوفر أي فرصة تذكر للأهلي. يتوقع أن نشاهد تغيير في مجريات اللقاء سعي كولر إلى إجراء تحسين الفريق. تمكن النادي الأهلي اليوم إنهاء اللقاء بالفوز لصالحه، سدد اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لصالح القلعة الحمراء، والتي جعلتهم يحصلون على 3 نقاط هامة لتؤكد التواجد في المركز الأول من دور المجموعات ونتيجة المباراة القادمة للأهلي في الأول من شهر مارس المقبل بدور أبطال أفريقيا سوف تؤكد ذلك. أصدقائي الأعزاء، يا ريت بقى كل اللي يشوف الفيديو ده يساهم معانا في الهاشتاج بتاعنا بتاع القناة والموقع. بمناسبة مباراة الترجي والأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس أفريقيا أبطال الدوري، يا ريت بقى تساهم برأيك وتقول لنا مين اللي هيستفيدوا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سلام.